سن الملك البابلي حمورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد خلاصة من 282 قانونا ضبطت معايير السلوك وأمنت العدل لإمبراطوريته في بلاد الرافدين. حفرت هذه القوانين على عمود طوله 7 أقدام ونصف من الديوريت، وهي تغطي كل شيء من حقوق الملكية والسلوك الإجرامي إلى العبودية والطلاق، وتعهدت بعقوبات وحشية لكل من يخالفها. ساعدت هذه القوانين في صياغة شكل الحياة البابلية في عهد حمورابي، لكنها أثرت بكامل أرجاء العالم القديم لأكثر من 1000 سنة. غالبا ما اعتبرت إملاءات حمورابي أقدم القوانين المكتوبة، لكن سبقتها على الأقل قانونان قديمان من الشرق الأوسط. الأقدم هو قانون ملك مدينة أورو السومري أورينمو، والذي يرجع تاريخه إلى القرن 21 قبل الميلاد، وتشير الدلائل أيضا إلى قانون الملك السومري ليبيت عشتار ملك إيسين. سبق وصول حمورابي للسلطة بقرنين تقريبا. تحمل هذه القوانين القديمة شبها واضحا بقوانين حمورابي بالشكل والمضمون، وهذا يعطي احتمالا بها أنها أثرت ببعضها البعض أو اشتقت من البعض أو اشتقت من المصدر نفسه. قانون حمورابي هو أشهر الأمثلة على المبدأ القديم ليكس تاكسيون أو قانون القصاص، نوع من العدالة الانتقامية مرتبطة بالمقولة العين بالعين. فمثلا إذا كسر رجل عظمة لرجل آخر سيكون جزاؤه أن تكسر هذه العظمة. في الوقت نفسه كانت الجرائم الكبرى غالبا ما تقام بعقوبة مروعة. إذا قبض على ابن وأمه بارتكاب الزنا كان يحرقان حتى الموت. إذا تآمر زوجان من العشاق على قتل شركائهما فالعقوبة هي الموت بالحازوق لكليهما. حتى الجرائم الصغيرة نسبيا يمكن أن تتسبب لمرتكبها بمصير مريع. فمثلا إذا ضرب ابن أباه يكون جزاؤه قطع يده. أما بالنسبة للجرائم التي لا يمكن إثباتها أو دحضها بدليل كجرائم السحر، سمح القانون بالتحكيم الإلهي، وهي ممارسة غير عادية. يوضع المتهم في وضع يحتمل أن يكون قاتلا كطريقة لإثبات براءته. وحسب القانون إذا قفز المتهم إلى النهر وغرق فإن المدعي سيأخذ ملكية منزله، ولكن إذا نجت الآلهة المتهم فسيعدم المدعي وسيتمتع البريء بمنزله. سلك قانون حمورابي نهجا وحشيا لتحقيق العدالة، لكن غالبا ما كانت هذه العقوبات تعتمد على هوية من خرق القانون والضحية. فبينما أمر أحد القوانين إذا كسر رجل أسنان نظيره ستكسر أسنانه، فإن ارتكاب نفس الجريمة ضد فرد من طبقة أقل يكون جزاؤه غرامة فقط. حتى أن العقوبات الأخرى المعتمدة على الرتبة كانت ملحوظة بشكل أكبر. إذا قتل رجل امرأة حبلة من الخدم ستكون العقوبة مالية فقط، لكن لو كانت هذه المرأة حرا ستقتل ابنته كعقاب. كما أدرج القانون عقوبات مختلفة للرجال والنساء فيما يتعلق بالخيانة الزوجية، حيث سمح للرجال أن يقوموا علاقات خارج نطاق الزواج مع الخدم أو مع العبيد، بينما منعت النساء من ذلك، وكانت العقوبة التقييد والرمي بنهر الفرات مع عشاقهن. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.